معظم أصدقائي تقريبا أغلبهم قضينا أيام بصالات رياضية، يعني هي ما كان يعني إنه نستعين بهذا على اعتبار صالة رياضية وكل الأماكن المتشابهة مفتوحة على بعضها، ما كنا قادرين نستوعب، ما كان في أي موظف قادر يتعامل مع المعاقين وخصوصي المكفوفين أثناء فترة تقديم طلب اللجوء وحتى ما بعد المحكمة. والله كان في يعني معاملة، يعني ما رح نقول عامة أو عامة مثل اللاجئ أو خاصة، لا كانت وسط، يعني تعجيل بأوراقنا قاعدة بالكمب هذا، يعني عجلونا بالطلعة منه، هذا أهم شيء، بيت وبدوي، غير إنه كجايين لاجئين نتعلم وندمج بالمجتمع الألماني مشان فينا نساعد ونشتغل ما نكون نحن عبء على المجتمع الألماني. هلا أنا ما لقيت ما قدرت أدخل المدرسة لأنه التكاليف مرتفعة وبدهم جهة من الدولة معينة هي الجهة المعينة إنه تدفع. يعني بصراحة ما بعرف شو بده يصير، يعني كتير من اللحظات لما بفكر بهالاتجاه هذا انه ممكن نضل حالي وانه الصعوبات اللي واجهها، عم اقول اني لو انضليت يعني ويعني واجهت الموت احسن لي من انه اتبهدل البهدلة هي. يعني صحيح نحن شعرنا بالإنسانية وبهذا الشيء، والدولة الألمانية بتشكر على هذا الشيء، بس كان لازم إنه طالما في هذا الشيء كان لازم تكمل هذا الشيء، إنه هي نوع تعاملها مع المكفوفين.